السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي. ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير، ونكمل مع بعض باقي شرح وحل تدريبات يونت نمبر 6 الوحدة السادسة من كتاب المعاصر. والنهاردة معادنا مع الدرس الكام؟ الثالث والرابع، lessons 3 and 4. ونبدأ كالعادة بالفوكابلري، الكلمات الأول: بلوك بلوك بلوك، سايبر بولي سايبر بولي، كومنت كومنت comment جوك جوك، mindful mindful mindful، include include، mindfulness mindfulness، breathe breathe، feelings feelings، relax relax relax. بعد كده عندنا كالعادة تدريبات على الكلمات. relax طبعا معناها يسترخي، cyber bully اللي هو يتنمر الكترونيا، mindful يعني يقظ، وbreathe يتنفس، وjokes يعني نكتة. people who always tell are funny، الناس اللي دايما بيقولوا نكت بيكونوا ناس مضحكين دمهم خفيف يعني، فاسمها عندنا ايه؟ jokes. سوري يا شباب، هنكتبها small مش capital. in and out slowly to be relaxed يعني اتنفس ببطء عشان تشعر بالاسترخاء. فهنا عندنا كلمة اسمها ايه يا شباب؟ عندنا breathe. سوري يا شباب، breathe يعني يتنفس. number 3 to be you should find happiness in everyday things، لكي تكون يعني منتبه او عندك كده ذهن صافي يجب ان انت تجد السعادة في كل شيء حواليك. عندنا كلمة mindful اللي هي معناها منتبه او صافي الذهن. It's wrong to anyone، إنه من الخطأ أن تتنمر على أي حد إلكترونيا. وهنا عندنا كلمة إيه يا شباب؟ سايبر إيه؟ بولي. سايبر بولي يتنمر إلكترونيا. أنا هنكمل باقي الكلمات: readers readers، part part، certain certain، closed locked closed locked، telephone telephone، life jacket life jacket، relies relies relies، hope hope، luckily luckily، revise revise، waterfall waterfall، engine engine engine. ونكمل على باقي الكلمات يا شباب. عندنا listen 4: culture culture culture، حرف التي مع اليو زي future كده بالظبط. deeply afterwards afterwards afterwards، calmly calmly، mind mind، timetable timetable، breathing breathing breathing، health health. روح على صفحة 324 definitions التعريفات. mental health معناها the health of your mind، صحة العقلية، or how happy you are او انت قد ايه سعيد. cyber bully تعريفها say unkind، طبعا الكلام ده خدناه الفيديو اللي فات. say unkind or cruel things about someone online، انك انت تقول اشياء غير جيدة غير طيبة او قاسية على شخص online على الانترنت يعني. include معناها allow or want someone or something to be part of something، انك انت تضم شيء او تضم حاجة المجموعة او يشتمل عليها يعني، اسمها include. joke معناها say something to make people laugh، تقول حاجة تجعل الناس تضحك. breathe يتنفس، take air in and out، انك تاخد هواء شهيق وزفير يعني of your body من جسمك. بعد كده عندنا relax معناها become more calm and less worried or make someone feel this، انك انت تصبح هادئ او اقل قلقا وتجعل شخص اخر يشعر بذلك، يبقى انت ايه؟ relax. feelings المشاعر، what you feel ما تشعر به، such as happy upset etc etc يعني انت سعيد انت حزين انت متضايق، دي اسمها feelings. mindfulness اليقظة او الحرص التام زي ما قلت كده او الصفاء الذهني او يعني. being able to relax by calmly thinking about your feelings and what is around you at the moment، ان انت تقدر يحصل لك حالة استرخاء وتبقى هادئ جدا جدا، انك تفكر في المشاعر على مشاعرك يعني، and what is around you at the moment، وتفكر في اللحظة الحالية فقط لا غير يعني، ما تفكرش على حاجة عدت ماضي تبقى عندك حالة ندم،
او تفكر حاجه لسه هتيجي في المستقبل يبقى عندك منها قلق في المستقبل، لكن تفكر فين؟ في اللحظه اللي انت فيها فقط. بيحصل لك حاجه اسمها كده مايند فولنس، يبقى بينج ايبل تو ريلاكس، القدره على انك تشعر بالاسترخاء. باي كاملي ثينكينج، تفكر بهدوء جدا about your feeling، في مشاعرك and what is around you at the moment، والحاجات اللي حواليك امتى دلوقتي حال. بعد كده حاجه اسمها كونكشنز، متلازمات لفظيه، يعني كلمات بتيجي مع بعضها تكون معنى. دو اتست وهاف اتست، يبقى انت تؤدي اختبار او عندك اختبار، او دو اتست او هاف اتست. تشوز فريندز، تشوز فريندز، جو هوم، بلاي ا سبورت او بلاي ا جيم، فيل بيتر ودو ايه بيتر. بعد كده الجزء بقى اللي جاي مهم يا شباب، اللي هو synonyms and antonyms. synonyms يعني الكلمة ومعناها أو ما يرادفها يعني، وantonyms الكلمة وعكسها. فعندنا كلمة quickly بتساوي كلمة fast وعكسهم slowly، كلمة future بتساوي time to come وعكسهم past، وafter بتساوي next وعكسهم before، comfortable بتساوي relaxed وعكسهم upset، mindful بتساوي aware وعكسهم unaware أو mindless، وclosed بتساوي locked وعكسهم open أو unlocked. الحاجات دي يا شباب للحفظ، بيجي منهم واحدة فين؟ في الامتحان. بعد كده يا شباب عندنا في حاجة اسمها prefixes suffixes. قلنا prefixes يعني بادئة، حروف توضع قبل الكلمة تديها معنى جديد، وكلمة suffixes حروف توضع آخر الكلمة اسمها لاحقة يعني تديها وظيفة جديدة. فعندنا ness بتحول من صفة لاسم، يبقى عندنا مثلا صفة زي هابي مثلا نخليها هي معناها سعيد، عايزين نخليها السعادة فنزود لها كلمة نس تبقى هابي هابينس. وبرضو mindful، mindful قلنا معناها يقظ، يعني صفة هنخليها اسم ازاي؟ تبقى mindfulness، اليقظة او التركيز العالي يعني. تعالى عندنا نشوف صفحة 325، في عندنا برضو ly تعتبر suffix تضع في اخر الكلمة، تحول الصفات الى ظرف او حال. كلمة calm يعني هادئ، تبقى calmly بهدوء، deep عميق تبقى deeply بعمق، quick سريع، quickly بسرعة، slow بطيء، slowly، lucky luckily. بعد كده يا شباب general notes، ملحوظات عامة على المهارة بتاعت الريدنج، القراءة والليسنج الاستماع. عندنا كلمة breathe وكلمة breath، breathe اللي اخرها ايد يا شباب معناها يتنفس، وده verb فعل زي كده. He fell down and couldn't breathe، وقع على الأرض ولم يعد يستطع أن يتنفس. أما كلمة breath اللي هي من غير إيه في الآخر، ده اسم معناه النفس. He took a deep breath to relax، هو أخذ نفس عميق لكي يهدأ يعني. بعد كده كلمة joke، joke هتنفع فعل معناها يمزح، وتنفع يمزح يعني يهزر يعني، وتنفع noun اسم معناها نكتة. He is joking، هو بيهزر. He is not serious، هو مش جاد يعني. All people like him، كل الناس بتحبه. He always tells jokes، هو دايما بيقول نكت. فعندنا joking هنا فعل وjokes هنا اسم. بعد كده في عندنا expressions، بعض التعبيرات زي كده hurt badly، hurt badly، breathe in and out slowly، think deeply، feel bitter، stay up late. بعد كده be friends with، be طبعا be يعني verb to be friends with، say sorry، write an unkind comment about، do badly. هنا طبعا في حرف الجر share حرف الجر بتاعها with، و part تاخد of، و on social media، وقلنا حرف الجر on بيجي مع حاجة اي حاجة فيها تكنولوجيا. turn into، reason حرف الجر بتاعها for، kind to، revise for، sorry about، وستوب فروم يبقى ستوب someone فروم، وحط حاجه يقول لك ستوب علي فروم سموكينج، يعني يخلي علي يتوقف عن التدخين. جو انتو يدخل. روح على صفحه 326 يا شباب، السكيلز المهارات، وقلنا اللغه الانجليزيه فيها اربع مهارات رئيسيه، ريدنج وليسننج وسبيكينج ورايتنج، قراءه واستماع وتحدث وكتاب. نبدا اول حاجه بالليسننج، في عندنا بوي 1 بيتكلم. In mindful، in mindfulness classes، في حصص التركيز واليقظة والصفاء الذهني. We learn that it's okay to have negative thoughts، عادي جدا يكون عندك بعض الأفكار السلبية. Like when we feel angry، زي الشعور بالغضب. We don't have to feel bad about that، لا يجب أن نشعر بطريقة سيئة لو أنت عندك مشاعر سلبية.
It helps me to understand my feelings. ده بيساعدني أفهم مشاعري. And try to turn them into something positive. ويساعدني أنا أحاول أحول هذه المشاعر السلبية إلى شيء إيجابي. Mindfulness is about being kind to yourself. اليقظة أو الصفاء الذهني أو الانتباه هي عبارة عن كونك يعني تستطيع أن تكون جيد أو طيب في التعامل مع مين؟ مع نفسك يعني. Kind to yourself أن تحسن إلى إيه؟ نفسك. And the kind to other people too. وتحسن أيضا إلى إيه؟ الآخرين. بعد كده بنت تانية بتتكلم برضو. In the class you have to close your eyes. بيتكلموا على فصل اسمه إيه؟ Mindful classes. عاملين حدث كده، حدث للإيه؟ الاسترخاء واليقظة والانتباه والصفاء الذهني، يعني إزاي تتخلص من أي مشاعر سلبية. In the class you have to close your eyes. في الفصل لازم تغلق عينيك. Breathe in. تتنفس، تاخد نفس. Count to five. عد لحد خمسة. Then breathe out. وتطلع إيه؟ نفس تاني. يبقى تاخد عندنا شهيق وتعد لحد خمسة بالراحة جدا وتطلع إيه؟ زفير تاني. Breathing like this makes you feel calm. التنفس بهذه الطريقة البطيئة يجعلك تشعر بإيه؟ بالهدوء. In the class we try not to to think about all our problems. في الحصة دي بتاعة الصفاء الذهني أو اليقظة والانتباه بنحاول ما نفكرش في أي مشاكل. We should only think about the things that are around us. بنفكر بس في الحاجة اللي حوالينا دلوقتي حالا في اللحظة الراهنة يعني. Think about the present only. فكر في الحاضر بس. What's happening right now. اللي بيحصل دلوقتي بس. The reason for this. سبب ان احنا بنركز على اللي بيحصل دلوقتي بس. Is we can't change the future or the past. هو بيعلمك ان انت ما تندمش على الماضي وما تفكرش وما تقلقش في المستقبل. مش هتعرف تغيرهم الاتنين دول. كده كده حصلوا وهيحصلوا. We can only do something about the present. احنا ممكن نغير الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. لكن ما نقدرش نتحكم في المستقبل ولا في الماضي. بعد كده girl 2. In mindfulness في حصة الصفاء الذهني او اليقظة والانتباه. You have to learn to find happiness in simple things. عليك ان تبحث عن السعادة في اشياء بسيطة. For example مثلا. When you eat a favorite food. لما تاكل طعام بتحبه. Think about how it smells. فكر في ريحته. Tastes مذاقه. Looks شكله. This is a new way of doing everyday things. تعمل الطريقة دي في كل حاجة بتعملها طول اليوم. يعني من الآخر يا شباب فكر دايما في الأشياء الإيجابية في كل حاجة حواليك. لو انت مثلا يعني بتحبش تروح المدرسة عشان بتصحى بدري أو الصبح وتروح وانت متضايق والكلام ده كله، تفكر بقى في الجزء الإيجابي. بتقابل زمايلك، بتلعب كورة ساعات في المدرسة، بتهزر وتضحك، بتبص دايما على الناحية ايه الإيجابية عشان يبقى عندك حالة ايه صفاء ذهني، متبقاش متضايق يعني. بعد كده عندنا في جزء تاني برضو reading. I always wanted to be part of a certain group of popular students. أنا كنت عاوز أكون جزء من مجموعة معينة من الطلب المحبوبين. One day they suggested that be cyberbully a boy in my class called A. في يوم الشلة دي المجموعة دي اتفقوا إن هم يتنمروا على ولد اسمه إياد. So I wrote an unkind comment about him on social media. كتبت تعليق مسيء جدا لي على مواقع التواصل الاجتماعي. حاب يدخل في الجروب دوت او الشله دي فعمل اللي هم طلبوه يعني. I thought that my friends would think it was funny. هو كان فاكر لما يعمل كده الاصحاب هيفكروا ان شيء مضحك يعني. I didn't realize لم ادرك that they were joking ان هم كانوا بيهزروا. And I was the only one to write an unkind comment. واضح ان هم فكروا فكره شريره. قالوا له ايه رايك نتنمر على اياد ده. هو الوحيد اللي سمع الكلام وراح كتب كومنت تعليق مسيء ليه. كلهم امتنعوا عن الكلام ده وقال له احنا كنا ايه كنا بنهزر معاك يعني. تقريبا عملوا فيه ايه برانك او مقلب يعني. تعال نشوف صفحة 327 يا شباب. ايه بقى اللي حصل؟ اياد read my comment and the next day he didn't want to come to school. اياد قرى التعليق بتاعي وتاني يوم رفض يروح المدرسة. كان زعلان طبعا ومحرج. I had to tell my parents. انا بقى اللي كتبت التعليق المسيء ده بلغت مين؟ والدين. And they couldn't understand why I did it. ما كانوش فاهمين انا ليه عملت كده في صاحبي. Then the other students didn't want to include me in their group. حتى الطلبة التانيين مش عايزين يضموني لأي جروب هم فيها. I'm so embarrassed. انا كنت محرج جدا about what I did. على اللي انا عملته. However I hope my experience will have a positive result. اتمنى التجربة اللي انا مريت بها ديت وأسأت لحد تكون ليها نتيجة إيجابية بعد كده. I didn't have to do what my friends suggest. أنا بعد كده تعلمت
ما كانش لازم اعمل اللي اصحابي ايه اقترحوه. You should think before you do something. اتعلمت كمان افكر قبل ما اعمل اي شيء. Some online messages can hurt people very badly. بعض الرسائل الالكترونية ممكن تسيء للناس بشدة. بعد كده I was able to say sorry to إياد. انا قدرت اقول لإياد انا اسف. طبعا النهاردة هنشرح عندنا كلمة able to النهاردة يا شباب. وطبعا هنشرح عندنا الماضي بتاع have to. The next day تاني يوم انا قلت له اسف. He is very kind and now we are friends. اصبحنا اصدقاء. هو إياد طلع شخصية طيبة. So هنا بقى الدرس المستفاد. You should choose your friends carefully. عليك ان تختار اصدقائك بعناية. And always be kind to people. ودايما خليك طيب مع الناس. اسمه ايه الولد ده؟ اسمه حسين. نروح على صفحة او نفس صفحة عندنا يا شباب اللي هي صفحة كام؟ صفحة 327. Last week my uncle took me out on his boat. الاسبوع اللي فات عمي اخذني القارب بتاعه. I had to wear a special life jacket. لبست عندنا جاكيت اللي هو اسمه life jacket اللي هو بيسموه كده جاكيت الانقاذ يعني. And he said I had to walk carefully around the boat. قال لي انا اقدر ان انا اتمشى بس بالراحة جدا في القارب. But I couldn't run. بس ما ينفعش اقدر اجري على القارب يعني. We traveled a long way. سافرنا بالقارب مسافة طويلة. And after 2 hours بعد ساعتين I wasn't able to see the beach. كنت شايف الشاطئ. Only the sea. شفت بس البحر حوالينا. Then the engine stopped. فجأة المحرك والموتور توقف. We tried to start it. حاولنا نشغله تاني. But we couldn't. ما قدرناش. I was able to swim well. أنا كنت بعرف أعوم كويس. But I knew that I wasn't able to swim to the beach. بس مش هقدر أعوم طبعا لحد الشاطئ. مسافة كبيرة ساعتين. So my uncle could telephone for help. عمو قدر يتصل يعمل مكالمة لطلب النجدة يعني. They said they could send a helicopter. قالوا هنبعت لك طائرة هليكوبتر to help us يساعدوكوا. However suddenly the engine started again. فجأة المحرك اشتغل تاني. So we didn't have to go home on a helicopter. كناش مضطرين أبدا نركب طائرة هليكوبتر فين في رحلة العودة. أو لاحظت عندنا كل الجمل يا إما فيها could أو couldn't أو able to مع was where أو عندنا كمان have to وdidn't have a to وده هنشرحه في الجرامر إن شاء الله. نروح على صفحة 328 يا شباب. هي عندنا هنا برضو جزء reading the daily news أخبار اليومية. As a part of a plan to improve students' mental health كجزء من خطة لتحسين الطلاب تحسين الصحة العقلية للطلاب. More than 350 school in the UK. UK اللي هي United Kingdom اللي هي عندنا المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا يعني. Recently introduced mindfulness as a part of the timetable. في 350 مدرسة في انجلترا عملت حاجة اسمها حصص للصفاء الذهني او اليقظة والانتباه كجزء من الجدول المدرسي. In the mindfulness class, students learn to breathe slowly and to only think of the present. في حصص الصفاء الذهني او الانتباه واليقظة الطلاب يتعلموا يتنفسوا ببطء ويفكروا بس فين في اللحظة اللي هم فيها. It isn't easy. ده حاجة مش سهلة. We usually think about things we have done. عادة الإنسان بيفكر في حاجات هو عملها in the past في الماضي or things we have to do in the future أو حاجات تحصل في المستقبل. عشان كده صعب جدا تركز على الحاجة اللي قدامك دلوقتي بس. However ومع ذلك trying to think only about the present help us to relax. فكرة إن أنت تفكر في اللي حواليك دلوقتي حالا بس في الحاضر بس ده خلانا أو ساعدنا بقى عندنا حالة إيه استرخاء. And to really think deeply ونفكر بعمق about everything we are doing at the moment ونركز قوي في الحاجة بنعملها امتى دلوقتي. This helps us to stop us from feeling anxious. This helps to stop us from feeling anxious. يعني هذه الفكرة ساعدتنا على التوقف عن القلق من القلقش يعني. Or worried أو نبقى قلقانين about things we have done or have to do. نقلق عن حاجة حصل في الماضي أو حاجة هتحصل فين في المستقبل. Students say that mindfulness help them to feel better about themselves. الطلاب بيقولوا ان حصص اليقظة والانتباه دوت ساعدهم جدا يشعروا نحو نفسهم بطريقة افضل. And afterwards they do better at their school work too. وبعد كده هم كمان بقوا يؤدوا كويسة جدا جدا يؤدوا بطريقة كويسة في الاعمال المدرسية زي الواجبات والامتحانات والحاجات دي كلها. بعد كده في جزء هنا عندنا دايلوج بين اشرف اند لامار ومريم. I understand my feelings better now. انا بقيت افهم مشاعري كويس جدا دلوقتي. For example
when I feel angry لما أشعر بالغضب I play a sport بلعب رياضة طلع الطاقة فيها يعني I usually find I play better لقيت نفسي بتحسن في لعب إيه الرياضة لما بتقول It's nice sunny day in spring يوم لطيف مشمس في الربيع My friends want me to play a game with them صحابي عايزين ألعب معهم game But I'm feeling anxious بس أنا قلقانة We had a test last week كان عندنا امتحان الشهر اللي فات أو الأسبوع اللي فات And I did badly حليت وحش فيه We have another test next week and I don't think it will be easier عندنا امتحان تاني الأسبوع الجاي وأنا حاسة مش هيبقى إيه مش هيبقى سهل هي عندها مشكلة إنها بتفكر في اللي فات وفي اللي جاي وما تفكرش في اللحظة إيه الحاضرة بس تعالى نشوف عندنا مريم It's morning I can hear the wind الصبح دلوقتي الصبح أنا أستطيع أن أسمع صوت الرياح in the trees في الشجر and the bird singing والطيور بيغنوا I'm breathing slowly and carefully أنا بتنفس ببطء وإيه بحرصي نروح على صفحة 329 يا شباب في جزء كتدريب على معاني الكلمات ركز معايا إنه سهل جدا وصعب في الامتحان إن احنا نخسر درجات في الاختيارات Is a quality of or a state of being conscious or aware of something صفة معناها إن أنت تكون عندك حالة انتباه ووعي كبير جدا اسمها mindfulness يقظة أو انتباه Your health shows the health of your mind or how happy you are الصحة العقلية بتوضح صحة عقلك يبقى اسمها عندنا mental health mental يعني عقلي Two is to become comfortable and less worried إن أنت تبقى عندك أقل شعور بالقلق يبقى أنت إيه relax عندك شعور بالارتياح وعدم القلق أو قليل من القلق يبقى أنت إيه عندك حالة إيه استرخاء The opposite of the word fast عكس كلمة fast يعني إيه fast يعني سريع عكسها يبقى slow We add suffix to have the adverb of slow بنضيف لاحقة في آخر كلمة slow فنحولها تبقى adverb adverb يعني حال يبقى ظرف يبقى slowly Number 6 When you feel worried عندما تشعر بالقلق in and out slowly تنفس أو خد شهيق وزفير ببطء يبقى اسمها عندنا breathe مش breath بريث يعني يتنفس وبريس النفس Some online message can people very badly بعض الرسائل الإلكترونية ممكن تؤذي الناس بشدة باسمها hurt يعني يؤذي In a class student learn to breathe slowly and to only think of the present في حصص اليقظة والانتباه أو الصفاء الذهني اسمها mindfulness الطلبة بيتنفسوا ببطء فكروا في اللحظة إيه الحالية فقط Fans write comments on their stars posts يعني الناس اللي هم المعجبين او الجماهير او المشجعين بيكتبوا تعليقات على مدونات النجوم بتاعتهم مدونة يعني بلوج طبعا فاكت يعني حقيقة هوم يعني منزل فلاج علم عادل is very funny he always عادل شخص مضحك دايما بيهزر يعني جوكس قلنا جوكس تنفع اسمه فعل number 11 I wanted to be a part of a certain of popular students انا كنت نفسي اكون في مجموعة معينة من الطلبة المحبوبين اسمها A Group of Popular A Students روح على صفحة 330 يا شباب Number 12 Two is to allow someone to be a part of something انك تسمح لحد ان يكون جزء من حاجة كبيرة اسمها Include يعني يضم او يشتمل على Is something طبعا Exclude يعني يستثني يطلعه بره الجروب Export يعني يصدر وهايد يخفي Is something you say to make people laugh حاجة بتقولها عشان الناس تضحك يبقى joke يعني نكتة In the past people used to listen to the radio في الماضي الناس استمعت كانت متعودة تستمع للراديو The opposite of the past is عكس الماضي ايه المستقبل يبقى future كلمة distance يعني مسافة history تاريخ old يعني عجوز او قديم The antonym of mindful عكس كلمة mindful قلنا ان mindful معناها يقظ ومنتبه عكسها unaware يعني غير منتبه او غير يقظ aware يعني منتبه او يقظ بتساوي كلمة mindful وعكسهم unaware Think before you make a decision فكر بعمق قبل ان تتخذ قرار يبقى think deeply Number 17 When you are upset لما تكون منزعج او متضايق This means you don't feel comfortable انت لا تشعر بايه بارتياح When I reached the school late لما وصلت المدرسة متأخر The gate was locked البوابة كانت مقفولة
The word locked means كلمة locked معناها هنا إيه؟ closed مغلق. Writing bad is from a form of cyberbullying كتابة تعليقات مسيئة دي تعتبر تنمر إلكتروني. تعليقات يعني comments. Novel يعني قصص. Poems يعني قصائد شعرية. Cakes يعني كيكة. Number 20 I couldn't swim well أنا لم أستطع أن أسبح جيدا so I had to wear اضطريت ألبس إيه؟ life jacket اللي هو جاكيت النجاة. When someone is calm لو شخص هادئ this means he speaks بيتكلم إيه؟ calmly بهدوء. Number 22 I share my room my sister كلمة share تاخد كلمة with وشارك غرفة مع أختي. My mother tried to stop my father smoking أمي حاولت تمنع أبي من التدخين يبقى from. You should be kind to your mates يجب أن تكون طيب مع أصحابك في المدرسة. I want to be friends طبعا عايز أكون صداقة مع طلاب جدد يبقى I want to be friends with the new A student عاوز أكون صديق للطالب A الجديد. نروح على صفحة شباب 330 هنا في عندنا الجزء الخاص بالسبيكينج مهارة التحدث وده بقى سؤال الدالك في الامتحان. Would you like to try mindfulness تحب تجرب اليقظة أو الصفاء الذهني يعني why not فقال له yes I'd like that أيوه عاوز أجرب ليه بقى as يعني because يعني this helps me feel better ده يجعلني أشعر أن أنا أفضل about myself عن نفسي and do better at school work وكمان هأدي كويس جدا جدا في المدرسة. How do you think mindfulness could help you في رأيك إزاي اليقظة أو الانتباه العقلي ده هيساعدك؟ قال له it could help me stop feeling anxious هيمنعني من ان انا اكون متوتر وقلقان about things من كل حاجة ايه حوالي. بعد كده يا شباب الرايتنج نصائح للكتابة يقولك remember to review your paragraph for correct grammar, punctuation and spelling يعني لما تكتب paragraph راجع عليه على الحاجات دي على الجرامر قواعد وعلى علامات ترقيم الفلوستوب بقى والكابيتال والسمول والسبيلنج اللي هو تهجئة ايه الكلمة. بعد كده لو جاب لك في الامتحان برفع على المايندفولنس او الريلاكس يعني هستخدم الجمل دي It's okay to feel angry about you don't have to feel bad about that يعني عادي جدا تكون غضبان لو انت غاضب ما تحاولش تقول لنفسك انت سيء لا عليك انك تتعامل مع موقف الغضب دوت الناس كلها بتزعل يعني When you close your eyes then breathe in and out this will make you feel calm ليه بنعمل كده لما حد يكون متضايق بقول له ايه غمض عينيك وتنفس ببطء ده بيساعده انه يشعر ايه انه هو هادئ يعني don't think you about your past nor your future يعني ما تفكرش لا في الماضي ولا في المستقبل think only about your present فكر بس في الحاضر اللي انت عايشه دلوقتي ما تقلقش يعني مش هينفع تغير الماضي ولا المستقبل learn to find happiness in a simple things حاول دايما تجد السعاده في الاشياء البسيطه يمكن في بعض الناس كان زمان بيتحطوا في مواقف اللي هو الشغلانه مش عاجباهم او المكان مش عاجبك فكان بيدور على الاشياء الايجابيه في المكان ده ويبدا يتعامل عشان يحب المكان ده فبقول لك فكر دايما تجد السعاده فين في اشياء بسيطه don't cyberbully others by writing unkind comments about them on social media بلاش تتنمر على الاخرين تكتب لهم تعليقات مسيئه وغير جيده يعني غير طيبه على مواقع التواصل الاجتماعي روح على صفحه 332 يا شباب كالعاده كتاب المعاصر عملنا كده كورنر معين اسمه speaking and writing corner بيقيس عندنا مهارة ايه المحادثات والباراجرافز تعالى نشوف هنحل ازاي يا شباب هنا صفحة 332 يا شباب كالعادة الاول عملنا تيست كده على الفوكابلر الكلمات وبعدين على الديالوجز وبعدين على الايه الباراجرافز هنبدأ هنا نكتب الكلمات الناقصة هنا اللي هي باللون الازرق دوت What did they do? They added a lesson in our timetable called ضافوا حصة جديدة في جدول المدرسة اسمها اليقظة قلنا اسمها عندنا شباب mind بعدين full بعدين ness What does mindfulness mean؟ ايه معناها؟ It means to be able to يسترخي يعني ايه شباب عندنا؟ تمام relax by thinking about your feeling فكر في مشاعرك الحالية بس Do you think mindfulness will help us at school؟ طبعا هنا عندنا يؤدي أفضل help us do better يؤدي أفضل اسمها إيه؟ do better بعد كده what did you do my uncle took us on a boat طبعا رحلة قصيرة اسمها trip a boat trip why did the trip take a long time because the stopped after one hour اللي توقف المحرك محرك يعني
engine يعني الموتور أو محرك. Number three, what did you do? ماذا فعلت؟ We wore ارتدينا يعني our and swam to the beach. ارتدينا جاكيت النجاة اسمه عندنا يا شباب life jacket وسبحنا إلى إيه؟ إلى الشاطئ. ده الجزء الخاص بإيه يا شباب عندنا بالكلمات. تعالى نشوف عندنا أول dialogue. Finish the following dialogue between Aya and هالة. Aya and هالة are talking about mindfulness. بيتكلموا عن ايه؟ الصفاء او اليقظة او الصفاء الذهني يعني. Did you read the news on school website? هل قريتي المقالة او الاخبار اللي موجودة على موقع المدرسة؟ فقالت لها اجابة، لها زي make a plan to improve students mental health. عملوا خطة لتحسين الصحة العقلية. فانا ممكن اقول لها كده عندنا يا اما ايوة يا اما لا. اقول لها عندنا كده no I didn't، لان التانية ايه؟ بتقول لها الخبر فهي معرفتوش. No I didn't. سوري يا شباب. They make a plan to improve student mental health. عملوا خطة لتحسين الصحة العقلية. That's amazing. ده شيء مدهش جدا. سؤال، لهذه added a lesson in our timetable called mindfulness. بضافوا حصة جديدة اسمها حصة ايه؟ اليقظة العقلية والانتباه العقلي. قولها عندنا كده what did they do أو what did they plan أو what did they plan. يا ترى هم خططوا يعملوا ايه عندنا؟ فقالت لها اضافوا حصة جديدة في ايه؟ في الجدول المدرسي يعني. أو what did they do أو what did they plan، ماذا خططوا أو ماذا فعل. بعد لها في سؤال، قالت لها it mean to be able to relax. واضح اني عايز اعرف معنى الكلمة دي. لها عندنا كده what is، ايه معنى كلمة mindfulness. لها عندنا يا شباب mean to be able to relax، القدرة على الاسترخاء. Do you think mindfulness will help us to do better at school؟ هل تعتقدي ان ممكن هذه الحصص يعني تساعدنا على الاداء الجيد في المدرسة؟ قالت لها عندنا كده yes. سوري يا شباب، yes I do او yes I think so، اعتقد ذلك. When is mindfulness lesson؟ امتى هتكون الحصص ديت عندنا؟ ممكن تقول لها مثلا في يوم معين زي كده on مثلا Sunday، كل يوم ايه؟ حد، يبقى on Sunday. روح على المحاسة الثانية يا شباب. Reem is telling Lena about a boat trip. تكلمها عن رحلة بالقارب. How was your weekend؟ كيف كانت أجازتك؟ لا عندنا كده مثلا It was great، كانت عظيمة. لا عندنا عملتوا ايه؟ لا My uncle took us on a boat trip. ماذا فعلتي؟ عندنا What وبعدين Did you do؟ ماذا فعلت؟ لها عمي أخذنا في رحلة بالقارب. How long was the trip؟ الرحلة كانت قد إيه؟ لها عندنا مثلا كده It was about، كانت حوالي 2 hours، كم ساعة زي ما أخذنا من شوية؟ ساعتين. لها Why did it take a long time؟ يا ترى ليه خدت الوقت دوت؟ لا عشان المحرك توقف، خدناه من شوية. لا كده because أو as the engine يعني المحرك stopped، توقف عطل يعني. لها the engine stop، معقولة؟ في سؤال، قالت لها we wore our life jackets and swam. لها عندنا طب وعملتوا ايه؟ اللي هي عندنا what did you do، عملتوا ايه لما المحرك وقف؟ قالت لها لبسنا جواكت النجاة وسبحنا الى ايه؟ الشاطئ. بعد كده يا شباب هو جايب لنا جزء هنا خاص بالباراجرافز، وده محلول في اخر الكتاب. اول باراجراف كان عن ايه؟ mindfulness، قرينا عنه النهارده كويس جدا. وكمان قرينا على ايه؟ البوت تريب اللي عملها الولد مع عمه من شوية. نروح على صفحة يا شباب 333. ده الجزء الخاص بإيه؟ بالجرامر اللي هي قواعد اللغة الإنجليزية. كنا خدنا الحصة اللي عندنا كلمة have to و has to. النهاردة بنكمل نفس القاعدة بس في الماضي. فعندنا في قاعدة اسمها had to، لو كان مضطر يعمل شيء في الماضي، والنفي زي ما قلنا didn't have to. يبقى أنت لما تنفي have to بين فيها don't have to مع الجمع و doesn't have to مع المفرد المضارع. أما في الماضي بقول إيه؟ didn't have to، لم يكن مضطر. يبقى في الماضي لو انت مضطر، وهيديك في الجملة طبعا كلمة بتدل على الماضي في الجملة، يبقى had to انت مضطر لفين؟ في الماضي. طب انت ما كنتش مضطر في الماضي، يبقى didn't have a to، اللي هو كان من الضروري ان او لم يكن من الضروري ان. طب شكلها ازاي في الجملة يا مستر؟ هنا هو جملة هي he had to stay up late last night to revise for math test. اجي عندنا هنا يا شباب اهوت كلمة ايه هنا؟ كلمة had to، يعني هو اضطر. طب هو انا في الامتحان هعرف ان هي ماضي فين عشان كلمة ايه هنا يا شباب عندنا last
night plus a night. ففي الامتحان دايما هنفرق عشان بس ما غلطش بين كلمة have to و has to و had to. have to و has to ضروري حاجة تحصل مضارع، أما had to كان من الضروري في الماضي. لما أحب أنفي الجملة في الماضي بنفي بكلمة إيه يا شباب؟ بكلمة didn't وحط معاها المصدر have a to. زي كده I didn't have to do what my friend suggested. طب الجملة دي ماضي فين يا مستر؟ أهو هنا كلمة إيه suggested، يعني معنى الجملة أنا ما كنتش ضروري أعمل لأصحابه إيه لأصحابي اقترحوه عليا، لم يكن من الضروري أن أفعل ما اقترحوا. طب في السؤال عندنا إزاي يا مستر؟ في الحصة اللي فات قلنا في المضارع بسأل بـ do does، لكن في الماضي أسهل لأن بسأل بكلمة إيه عندنا يا شباب؟ كلمة did. كلمة did تنفع مع كل الضمائر جمع أو مفرد. أبدأ بكلمة did وبعدين الفاعل وبعدين برضو have to وبعد كده مصدر. زي كده did you have to go to the dentist؟ أنت كنت مضطر تروح لطبيب الأسنان؟ فقال له yes I do no I didn't. ما أنت في الامتحان لقيت جمل خاصة بالضرورة، لو الجملة مضارع يبقى have to و has to ونفيهم don't have to و doesn't have to. أما في الماضي يبقى had to ونفيها didn't have to. طب في السؤال يبقى كلمة ايه did. طب هتكون سؤال بقى ده استفهام بعدها كلمة did وبعدين الفاعل وبعدين have to برضو. يا مستر سهلة جدا، ده في قاعدة ثابتة في النفي أو في السؤال لازم أشتغل بـ have to بس، لكن في الإثبات أفكر بقى هي مضارع ولا ماضي، هي مفرد ولا جمع وهكذا. هنا سؤال أهو يا شباب عندنا what did you have to do at primary school؟ أنت كنت مضطر تعمل إيه في المدرسة إيه الإبتدائية؟ جايب لك ملحوظة هنا كده استخدم إيه have to بعد did. قلنا بقى إيه بعد do وبعد does وبعد did يجي مصدر have إيه to. تاني درس عندنا جرامر النهارده يا شباب عندنا كلمة could. could يعني استطاع في الماضي وبتساوي عندنا able to بس معاها ايه verb to be. يبقى انت ممكن تشيل كلمة could تحط مكانها was او were able to. طبعا was مع مين؟ مع I و he و she و it. were مع مين؟ you و we و they. يبقى انا يا شباب اقدر استخدم كلمة could او مكانها was و were و able to عشان اتكلم عن قدراتنا في الماضي، اللي كنت بقدر اعمله فين في الماضي. طب طفي النفي يا مستر، بستخدم بدل كلمة could تبقى couldn't وبدل was تبقى wasn't where تبقى ايه weren't. كده يا شباب خلي بالك لو انت بتتكلم عن قدرتك في المضارع اشتغل بكلمة ايه كان، وكلمة كان دي ينفع برضو عندنا ان هي تساوي am او is او are زائد ايه able to. سهلة جدا اهي. يبقى انت هنا كلمة كان يستطيع بتساوي able to اللي هو قادر على بس في المضارع مع am و is و ايه و are. طب في الماضي عندنا اشتغل بكلمة اسمها could اللي هي بتساوي عندنا ايه يا شباب عندنا تمام was او were زائد ايه able to. عايز تنفي كلمة كان هتخليها can't. عايز تنفي verb to be يبقى am not is not are not able to. تنفي كلمة could يبقى ايه couldn't. عايز تنفي الناحية التانية يبقى wasn't او weren't able ايه able to. كل ده بيعبر عن التعبير عن القدرة في المضارع كان في الماضي could. تعالى عندنا نشوف صفحة 334 ازاي اشتغل بكلمة able to. لو انا هقول جملة كاملة اهي I he she it قلناها من شوية was able to. طب مع الجمع they we you were able to كلهم بعدهم ايه مصدر. النهاردة اليوم العالمي الايه للمصدر يا شباب، كل اللي خدناه في الحصة اللي فاتت والحصة دي كله بياخد ايه مصدر. طب انت عاوز هنا تشتغل بكلمة كود هتحط كلمة كود اهيت وبع الفعل طبعا بتاعها جمع او مفرد مش فارقة معاك لان كلمة كود وجميع الافعال الناقصة تيجي مع اي فاعل مفرد او جمع. we could see an amazing waterfall استطعنا ان نرى شلالات ايه او شلال مدهش جدا جدا. يبقى انت لو شغال بable to هتفكر مفرد ولا جمع، لو مفرد يبقى was able to، طب لو جمع الفاعل يبقى were able to. كود ما تفكرش بقى لان تنفع فاعل ايه مفرد او فاعل ايه جمع. بعد كده هو جايب لنا ازاي ننفي، قلنا النفي بتاع was ايه wasn't were ايه weren't وcould ايه couldn't وكلهم بعدهم ايه مصدر برضو. طب في السؤال يا مستر لو عايز تكون سؤال بكلمة could تبدا بيه والفاعل ومصدر، ما تفكرش مفرد ولا جمع. اهو could you walk when you were 2 years، هل استطعت ان تمشي وانت عندك سنتين اتنين؟ فقال له yes I could او no I couldn't. افرض عايز تكون سؤال بverb to be اللي هو was where، سهل جدا جدا was او where حسب بقى الفاعل، لو مفرد يبقى was لو جمع يبقى where، وبعد كده عندنا able to وبعد برضو ايه المصدر. زي كده was he able to swim،
هل كان بيعرف يعوم in the pool في حمام السباحة؟ Yes he was أو no he ain't. He wasn't. سهل جدا يا شباب، الكلام ده كله قديم مش جديد يعني. عايز تكون سؤال بدل استفهام، ببدأ بدل استفهام وبعدين كلمة could والفاعل. برضو هنا ما فكرش كتير لأن could تنفع مع أي فاعل. What could you do last weekend؟ اللي كنت عرفت تعمله الأسبوع اللي فات أو العطلة اللي فاتت، ممكن أقوله في الإجابة عندنا I could مثلا play football، عرفت ألعب كورة، I could visit my uncle وهكذا. افرض عايز اكون سؤال بكلمة able to، هضطر اشتغل بايه؟ was where. طب ليه يا مستر بنحط was where مع able to؟ اصل able to هي اصلا صفة معناها قادر على، والصفات ما تجيش لوحدها ابدا، لازم verb ايه؟ to be. وعشان احنا بنتكلم في الماضي كان قادر على في الماضي يبقى was او where. زي كده what were you able to do at primary A school. الخلاصة يا شباب التعبير عن القدرة في الماضي بكلمة could بتساوي was او where able A to. تعالى عندنا نشوف أسئلة الجرامر السهلة دي. I'm so sorry، أنا آسف جدا. I am able to come on time yesterday، بيتكلم إيه؟ الماضي. Because the bus had broken down، الأتوبيس تعطل. بيقول لك أنا آسف لم أستطع، لم أكن قادر على المجيء امبارح عشان الأتوبيس تعطل. يبقى الجملة دي في أنه زمن؟ في الماضي، وكمان إيه؟ منفية. يبقى I'm sorry أي إيه يا شباب عندنا؟ I wasn't، وبعدين able، وبعدين مصدر to come. يبقى عندنا طبعا هو عمل لك to come جاهزة، يبقى انا هحطها بس ايه؟ wasn't able. يبقى I'm sorry I wasn't able to come on time yesterday، معرفتش اجي في الميعاد بالظبط امبارح. ليه؟ because the bus had broken down. يبقى الجملة فين؟ قدرات في الماضي. سهل يا شباب مش صعب. mother have to buy more rice because we didn't have enough، الأم اضطرت تشتري رز أكتر عشان ما كانش عندنا كمية كافية. هذا الاضطرار في الماضي، عرفت منين يعني؟ عشان كلمة إيه؟ didn't، ما كانش عندنا في الماضي كله، يبقى أحط عندنا كلمة had to. last Thursday، خلاص الجملة ماضية أهي، الخميس اللي فات. I was a holiday، كان أجازة. So I not have to go to school، يبقى أنا ما كنتش مضطر أروح الخميس اللي فات ده المدرسة. يبقى I في الماضي النفي بكلمة إيه يا شباب؟ didn't، وبعدين have to. I didn't have to go to school، I stayed at home. ليه؟ أصل هي كانت أجازة. I could understand the film because it was in a language I don't understand، وأنا ما عرفتش أفهم الفيلم لأنه كان بلغة أنا مش عارفها أصلا، مش فاهمها، يبقى أنا ما عرفتش أفهمه. I couldn't، لم أستطع أن أفهم. وطبعا لازم دايما تسأل نفسك سؤال، هو ليه الكلمة غلط عشان تجيب الصح. فاطمة wasn't able to walk to school because she hurt her leg، لازم أسأل نفسي هو الجملة غلط ليه؟ تقول لي ما هي الجملة صحيحة، فاطمة مفرد ودي كلمة wasn't able، بس أنا قلت لك لازم able إيه؟ to. يبقى فاطمة لم تكن قادرة على المشي للمدرسة لأن رجلها كانت مصابة. يبقى الغلطة بس إن حرف الجر تو مش موجود، يبقى الصح عندنا كده wasn't وبعدين able وبعدين إيه يا شباب؟ to. طارق have to go to the dentist yesterday، ماضي هي because his tooth hurt، كان عنده ألم في أسنانه. يبقى الجملة فين؟ اضطرار في الماضي، يبقى had to. number 7 I didn't have to done what my friends suggested، خدنا قاعدة النهاردة اليوم العلامة للمصدر، كل اللي خدناه الحصة اللي فات والحصة دي أفعال ناقصة بيجي بعدها مصدر، يبقى الصح عندنا هنا I didn't have to إيه؟ to do، لم أكن مضطر أو لم يكن ضروري أن أفعل ما اقترحه الأصدقاء. It was very windy، الطقس كان إيه؟ كان شديد الرياح. So planes، الطائرات wasn't able to leave the airport، لم تكن قادرة على مغادرة المطار. Planes جمع، wasn't مفرد، يبقى نخليها إيه يا شباب عندنا؟ weren't، اسمها إيه؟ weren't، لم تكن قادرة على. Because it was foggy، كان الطقس مغيم، كان في ضباب. In the morning، صباحا. I could see the road well، ما كنتش شايف بقى كويس لان في ضباب، يبقى عندنا I couldn't see the road well. I got up late yesterday، امبارح صحيت متاخر. But I able to reach school on time، بس قدرت اروح في ميعاد المدرسه. able to صفه ما جيش لوحدها، لازم معاها verb A to B، والجمله في الماضي يبقى I تمام was able to. sorry mom I wasn't able doing the shopping because the shops were closed، أنا آسف جدا يا ماما ما عرفتش أعمل التسوق ده أقوم بيه
لان المحلات كانت مقفوله. when I go there لما رحت هناك طبعا القاعده بتقول لك ايه ان wasn't able بعدها to مصدر يبقى عندنا wasn't able to do. نروح على number 12 my mother told me I not able to walk until I was about 3. الجمله كلها في الماضي ماما قالت له انت ما كنتش بتعرف تمشي لحد ما كملت 3 سنين يبقى الجمله في الماضي عندنا يا شباب wasn't وبعدين able to لان الجمله في الماضي و able to لازم معاها فيرب ايه to be. at the age of 2 وانا عندي سنتين او في سن السنتين my sister weren't able to ride a bike. sister مفرد weren't جمع يبقى الصح ايه يا شباب عندنا wasn't. درس سهل جدا جدا جدا. the girl didn't has to do what her friends said. فاكرين بقى في سنه اولى اعدادي لما كنا بنشرح مع بعض قلت لك عائله دو كلها بيجي بعدها مصدر يبقى didn't عايزه ايه have. Are your sister able to swim when she was 6? شايف كلمة able دي يا شباب عندنا؟ تمام عايزة verb to be. طب ما ده verb to be. بقول لك بس الجملة فين؟ في الماضي. sister مفرد يبقى ناخد ايه؟ was. يبقى صح عندنا كده. Was your sister able to هل أختك كانت قادرة على السباحة لما كان عندها 6 سنوات؟ she was able to catch the ball. هي تمكنت من إمساك بالكرة. able بعدها ايه يا شباب عندنا؟ يبقى to catch. yesterday في الماضي اهي I had to بعدها مصدر I had to take اضطريت اخد the umbrella as يعني because it was raining كانت تمطر. we have to walk to the museum because there wasn't a bus. الجملة في الماضي عشان كلمة wasn't يبقى هنا عندنا بنفي في الماضي او بتكلم في الماضي سوري يا شباب يبقى we had to walk to the museum اضطرينا نمشي للمتحف ما كانش فيه ايه اتوبيس. نروح على number 19 they are able to ride a bike when they were young. بيتكلم في الماضي مش هينفع are يبقى الجمله فين؟ في الماضي. where هم كانوا بيقدروا يركبوا دراجات لما كانوا ايه صغيرين في السن. it wasn't necessary لم يكن شيء ضروري. I don't have to go by car في الماضي يا شباب ما كانش ضروري في الماضي يبقى I didn't have to go by car. روح على صفحه 336 general exercise عن وحدة على الدرس الثالث والرابع منها الستة. أول حاجة عندنا هنا في dialog between نبيل and أسامة. نبيل and أسامة are talking about a book that أسامة is reading in history. نبيل وأسامة بيتكلموا عن كتاب أسامة بيقراه خاص إيه بالتاريخ. قال له أسامة are you enjoying that book؟ هل أنت مستمتع بالكتاب ده؟ فقال له هلو نبيل وهيرد عليه. فقال له سؤال قال له because it's not my favorite kind. واضح إن أسامة مش مستمتع بالكتاب ما بيحبش التاريخ هو. فهنا هيقول له عندنا كده no عشان سؤال بكلمة are وهيقول له عندنا I am not لا مش مستمتع بالكتاب. هيقول له ليه؟ اللي هي كلمة ايه why. عايز تكمل بقى why aren't you enjoying it ليه مش مستمتع بيه؟ فقال له عندنا because it's not my favorite kind. هيقول له عندنا ايه هو النوع المفضل؟ هيقول له عندنا what مثلا يعني kind of books do you like النوعية اللي انت بتحبها يعني. قال له I prefer reading adventure stories بحب اقرا قصص مغامرات. did you read this book هل انت قريت هذا الكتاب؟ فقال له اجابة I read it one year ago ايوه قراه من سنة. يعني بيقول له عندنا سؤال بكلمة did يبقى yes I did ايوه قريته من سنة. was so interesting كان ايه؟ كان شيق جدا. as I like history عشان بحب التاريخ. well you have encouraged me to finish it شجعتني ان انا اقرا هذا الكتاب. قال له I hope you will enjoy it اتمنى ان انت تستمتع بيه. فيقول له ايه thank you متشكر جدا على النصيحة. المحادثة اصلا ماشية زي شباب عندنا. يقول له انت مستمتع بالكتاب ده يا اسامة؟ فقال له لا. قال له ليه؟ قال له مش نوعية بتاعتي مفضلة. فقال له طب انت بتحب تقرا ايه؟ قال له بحب اقرا كتب التاريخ. did you read this book انت قريت الكتاب معايا دلوقتي؟ قال له ايوه قريته. I read it one year ago قريته قبل كده من سنه. ده كمان شيق جدا عشان بحب التاريخ. فهنا بقى نبيل شجع اسامه يقرا ايه الكتاب اللي هو بيقول ان هو مش مستمتع بيه. قال له well you have encouraged me ده انت شجعتني to finish it I hope you will enjoy it اتمنى تستمتع بيه. قال له في الاخر ايه thank you. بعد كده عندنا يا شباب سؤال choose number 1 means to say unkind or cruel things about someone online. الجملة دي جات لنا 50 مرة. هي سايبر بولي اللي هو انك تقول اشياء غير جيدة
أو قاسية للآخرين على الإنترنت. The door is, it is not open. الباب ده مش مفتوح يبقى هو إيه؟ Locked. Locked يعني مغلق. A suffix change happy into a noun. في suffix يعني لاحقة تضاف آخر الكلمة تغير happy سعيد إلى اسم السعادة يبقى happiness. Two means to become comfortable and less worried or make someone feel this. إنك أنت تشعر بالارتياح أو بعدم القلق من شيء أنت أو تخلي شخص يحس منك دوت إن أنت بقى إيه ريلاكس. ريلاكس يعني في حالة استرخاء وهدوء نفسي يعني. I cannot believe you. أنا مش مصدقك. You are. أنت إيه joking. بتهزر أكيد. كلمة kind طيب. Honest يعني أمين وشريف. Serious يعني جاد. Aware and mindful. كلمة aware يعني متيقظ منتبه ومايندفول برضو يقظ ومنتبه. الاثنين دول synonyms يعني مرادفين لبعض. نروح على 337 يا شباب. في سؤال read and complete. start يبدأ وطريقة وطريقة. engine محرك boat قارب where ارتدي where ارتدى. last week my uncle took me out on his boat. I had two special life jacket. يبقى هنا اضطريت البس يبقى مصدر عشان هات تو بعدها مصدر اسمه جاكيت النجاة يعني. and he said I could walk carefully around there. قال لي ممكن يتحرك بس بحرص في انحاء القارب يبقى boat. but I couldn't run. بس ما ينفعش اجري. we traveled a long way and after 2 hours بعد ساعتين I wasn't able to see the beach. ما كنت شايف الشاطئ. only the sea. فقط شايف البحر حواليا. then that stopped. اللي توقف عندنا يا شباب المحرك engine. we tried to حاولنا نعمل ايه نشغله تاني start it but we couldn't. بعد كده سؤال grammar. able to come with you to the concert because I was ill. انا كنت مريض يبقى انا مش ما قدرتش اجي معاك الحفلة. يبقى I خلي بالك wasn't وبعدين able to. I wasn't able to come. لم اكن قادر على المجيء الحفلة انا كنت مريض. Number two, my neighbor not have to leave for work because he was still ill. خلي بالك الجملة دي جات لنا قبل كده بس كان هنا كلمة is ما كانتش was. فقلنا عندنا هنا don't have to أو doesn't have to. لكن هنا في الماضي يبقى هو ما كانش مضطر يروح الشغل لأنه كان مريض يبقى didn't have to. The boy couldn't did his homework. بعد كلمة could و couldn't بيجي مصدر يبقى do. حاتم كان swim when he was 4. الجملة في الماضي ما ينفعش كان ولا ينفع مستر كلمة could أكيد. could ليلى cooks alone when she was 11. اللي بعد كلمة could يا شباب بيبقى مصدر يبقى الصح كلمة cook. هل ليلى كانت بتعرف تطبخ لوحدها لما كان عندها 11 سنة؟ بعد كده يا شباب آخر سؤال هو paragraph زي ما قلنا على حاجة اسمها إيه how to be mindful. إزاي تبقى عندك حتة اليقظة أو الوعي أو الانتباه يعني. كده يا شباب الحمد لله خلصنا الدرس الثالث والرابع من الوحدة السادسة وهنكمل بإذن الله مع بعض برضو الدرس الخامس والسادس إن شاء الله.